خلي بال حضراتكم، في مجزر الدقهلية بيستقبلوا الدواجن لمدة ساعتين في مناطق معزولة عشان يضمنوا تخلص القطعان من إجهاد النقل، وبعدها بتدخل منطقة الدبح الآمنة واللي لون إضاءتها أزرق زي ما حضراتكم شايفين، وهو اللون اللي بيهدي الفراخ ويمنع حركتها الهستيرية وبالتالي تعرضها للكدمات. يعني مش بنكهرب الفراخ زي ما دول كتير بتعمل عشان تشل الفرخة وتذبحها بسهولة. تعالوا نقابل الدكتور إسلام اليمني المشرف على قطاع الدبح في شركة الدقهلية لمجازر الدواجن، ركزوا معاه. ممكن الناس تفتكر الدبح عبارة عن سير والصناديق بتمشي عليه وخلص الموضوع، لكن الموضوع أكبر من كده بكتير. احنا عندنا مزارع خاصة، عندنا مزارع بنشرف عليها، احكي لنا المنظومة. تمر هنا احنا مستهدفين ان احنا نقدم منتج بجودة عالية، فطبيعي ده يخلينا نروح ان احنا لازم يكون عندنا التوريدات بأعلى جودة موجودة في السوق. المزارع عندنا هي منشآت تصديرية وجهزة على أعلى مستوى، حصل على شهادات خلوة من انفلونزا الطيور، وده بيدينا الفرصة ان احنا عندنا فرصة التصدير في أي وقت. احنا هنا بنعمل كنترول على الفراخ اللي جاينا من المزارع، سواء كانت في المزرعة نفسها من خلال زيارات دورية بنعملها للمزارع للتأكد من كفاءة البرامج التشغيلية اللي موجودة، بنتحكم في نقل الفراخ من المزارع لحد المجزر هنا بعربيات مجهزة. بداية من وصول الفراخ للمجزر بتبدأ مهمتنا هنا في المجزر عن طريق ان احنا عندنا صالة الانتظار، هي صالة عنبر مجهز بأحدث الإمكانيات الموجودة، فبالتالي بقدر أحافظ على جودة الفرخة زي ما خرجت من مكانها في المزرعة لحد ما وصلت عندي هنا في المجزر. زي ما حضرتك شايف كل الصالات رصيف الدبح بالإضاءة الزرقاء، دي بتحاول الإضاءة الزرقاء بتبقى إضاءة خافتة للطيور، فبالتالي بتحافظ على هدوء الطيور، فبالتالي بتقلل معايا الاسترس، وده طبعا بيحسن معايا من جودة المنتج. احنا ما بنكهربش فراخ لا زي العالم كله ما بيعمل. احنا هنا بيقول لك فراخ حلال وهي من كهرباء وميتة. كل العمليات عندنا هنا بتتم طبقا لمتطلبات حلال دبح اسلامي 100%، بتتم عن طريق فنيين مدربين على اعلى مستوى، بحيث ان انا اقدر اقدم للعميل منتج فعلا مستوفي كل شروط حلال.